استقبل سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية المستشارة سلطان بن ناصر السويدي الأمين العام المساعد لمجلس التعاون للشؤون التشريعية والقانونية وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون القانوني والتشريعي بين وزارة الخارجية والأمانة العامة لمجلس التعاون وسبل دعم منظومة العمل التشريعي الخليجي بما يلبي التطلعات والأهداف المنشودة لتعزيز مسيرة التعاون الخليجي المشترك